عربية كده طالعة زي بالراحة. شايفين المنظر؟ طبعا، وبيدي رغوة جميلة جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناه حنان البراكي. النهارده حبايبي هنعمل مع بعض كده شاور جيل. الشاور جيل ده هنعمله للاستحمام، هيبقى جميل جدا جدا، ومكوناته يعني بسيطه جدا. المكونات بتاعته هتبقى 3 مكونات بس، هنعمل احلى شاور جيل زي اللي بتجيبيه من بره بالظبط. طبعا تقدري ان انت تستخدمي اي صابونه انت حباها. انا كنت لسه مخلصه دلوقتي تصوير وعامله شاور جيل بصابونه دوف، وكان جميل جدا، وان شاء الله كده يعني هنزله قبل الفيديو ده، ان شاء الله كده تكونوا شفتوه. دلوقتي انا هنعمل بصابونه تانية دلوقتي، شاور جيل تاني، نوع تاني يعني. هنعمل بالصابونه ديت اهي، تقدروا تستخدموا اي صابونه انتوا حابينها. نشوفها كام جرام. ما 125 جرام. اهيت كده هنبدأ بقى. انا مسخنة مية معايا في الغلاق، يعني هبدأ ان انا ابشر الصابونة ديت كده كلها. الفيديو اللي فات اللي انا كنت عامله فيه الشاور جيل، لا كنت عامله تحدي مع نفسي، عاملاه بروه صابونه دوف كانت 35 جرام، بس عملت كميه حلوه منها. فالنهارده بقى بعمل طريقه هي نفس الطريقه بس الصابونه تختلف، بس بكميه اكبر بقى، اكبر من المره اللي فاتت. هبشرها كده هي كلها. هنستخدم الصابونة، هنستخدم جليسرين، معلقتين كبار جليسرين. هنستخدم بودرة معطرة، البودرة ديت اللي هي في قلب العلبة ديت اهي. البودرة دي كنت انا عاملاها للبودرة معطرة للجسم بالمسك، كنت عاملاها قبل كده في قلب القناة، هسيب لكم الرابط بتاعها في اول تعليق مثبت، لان ديت اساسي في الوصفة معانا النهاردة. الجليسرين طبعا متوفر بقى في الصيدليات، تقدروا ان انتوا تجيبوه، والصابونة بقى تقدروا تجيبيها من اي سوبر ماركت كده يعني. فهي مكوناته بسيطة جدا، وتقدري ان انت تعمليه بكل سهولة، تعملي الشاور جيل بكل سهولة، يعني تستخدميه بقى للاستحمام في غسيل الايدين، فبصراحة بيبقى جميل جدا. واي صابونة بقى انت حابة تعمليها اعمليها. وهنستخدم ممكن برضو، انا معايا برضو لون احمر، لون بودرة، ممكن برضو احط منه كده يعني اظبط. لو انتوا حابين مثلا يعني تزودوا اللون بتاعه. فدلوقتي بقى هبدأ ان انا احط مية. الصابونة لما بشرتها اهي بتبقى معانا بالشكل ده كده. حط عليها كوباية مية سخنة بتغلي الأول. لو احتجت ان انا ازود مية هزود تاني. هدوب بقى الصابون كده كويس جدا لحد ما يدوب معايا.
انتوا تحطوه في حلة اي حاجة تحطوها بوتاجاز، بس انا يعني لسه عاملاه من شوية، ما احتجتش ان انا احطه ولا حاجة. بس انا كده بقى ايه، الصابونة اللي كانت معايا انا كنت عاملة بيها قبل ديت، عشان كنت سايبة البروة لحد ما نشفت خالص، فلما يعني ايه عملت معايا بسرعة. بس الصابونة ديت تحس اللي هي يعني ايه رطبة شوية كده يعني. دلوقتي حبايبي بعد ما قلبت الصابون كده كويس جدا، وحطيت 4 كوبايات مية من دي كده، 4 كوبايات مية سخنة بتغلي كنت حاطاه من الغلاية يعني، وقلبت كده الصابون لحد ايه، وسبته بقى خالص لحد ما برد. شايفين القوام بتاعه؟ اه بيبقى معايا بنفس الشكل كده. فدلوقتي بقى ايه، هبدأ ان انا اضيف بقى الاضافات. الاول لا، ان انا هضيفها هحط الجليسرين 2 معلقة كبار كده، الجليسرين طبعا بيبقى حلو جدا للبشرة، بيدي نعومة كده وترطيب، بيبقى جميل جدا. ولو عندك كمان زيت جوز الهند برضو ممكن تحطيه يعني. دلوقتي بقى هنحط ايه اللي هو المعطر دي كده، البودرة اللي انا قلت لكم عليها، هسيب لكم برضو الرابط بتاعها في اول تعليق كده مثبت، عشان ايه ده كده البودرة ديت بودرة معطرة بريحة المسك، فطبعا هتدينا يعني ريحة جميلة جدا للشاور جيل. فهي كده انا حطيت معلقه واحده، هي معلقه واحده كفايه، هتدينا ريحه جميله جدا. طبعا هو المكونات بتاعته سهله وبسيطه، ان شاء الله كده تبقوا تدخلوا فيها وتشوفوا. هنا بقى معايا لون بودره لون احمر، فهاخد سنه كده على طرف المعلقه علشان يعني يديني ايه لون وردي كده، لان انا عامله الشاور جيل النهارده بريحة الورد كده يعني. فهي الصابونة جايباها يعني كده بريحة الورد وكده، عشان ايه يعني يبقى اللون كده ماشي، اظبط اللون بس. فدلوقتي بقى ايه هقلبه كده اهوت. طبعا الشاور جل ده جميل جدا وهيوفر عليكي كتير بصراحة. فدلوقتي هقلب كده عشان ايه يختلط ايه كده مع بعضه واللون يختلط كمان. نعم هقلب فيه شوية، ومعايا ميه بارده اهي جنب مني. الميه دي هزود برضو ايه، هزود كده بقى، احط شويه ميه طبعا. هو الشفشه ده بياخد 2 رطل ايه ميه من الحنفيه، فاحط كده اهوت ايه شويه واقلب. ولو احتاج ان انا مثلا ازود سنه لون ولا حاجه كمان ممكن احط.
شوية بشوية من المية. طبعا هو الشاور جيل ده ممكن يعمل معايا كمية حلوة، يعني البلاستيكية اللي انا بعمل فيها ديت يعني ممكن تكون صغيرة كمان، بس انا عايزاه يعني مش عايزة ان انا اخفه برضو جامد بالمية، لان انا عايزاه برضو يبقى حلو، يبقى تقيل معايا وحلو برضو، ما يبقاش خفيف. فانتوا لو عايزين اللي انتوا مثلا ايه القوام يبقى خفيف مثلا ولا حاجة، فممكن ايه المية دي بقى على حسب ايه ما انتوا عايزين. نعم، يعني كل واحدة بقى تعملوا بقى ايه على حسب ايه ما هي عايزة. شايفين القوام بتاعه؟ ممكن ازوده كمان، يعني ممكن ايه ممكن اخد من الشفشة ده وخلاص، احط له سنة لون كمان. انا نسيت وحطيته كده، انا ممكن كنت دوبته في شويه ميه صغيرين. نعم نسيت، بس اللون البودره تدوبوه الاول في شويه ميه، بس هو هيختلط برضو لان انا بحطه ميه كمان يعني، بس هو بيفضل يعني ان انتوا تدوبوا اللون في سنه ميه صغيره قبل ما تحطوه عشان يختلط بسرعه، بس هو مش مشكلة يعني. انا بس حبيت ان انا اقول لكم برضو المعلومة ديت وانا عمالة بقلب، لان انا كمان عمالة بحط مية فاللون هيظهر، هقلب فيه شوية مع بال ما يظهر، بس يعني هيديني برضو ايه اللون، فمش هحط بقى ايه لون تاني عشان ما يبقاش يعني اللون غامق معايا قوي يعني. فايه ممكن كده ايه هنحط بقى شوية المية اللي فاضلين معايا دول وكده يبقى خلاص. هقلب فيه بقى كده شوية. دلوقتي حبايبي انا كده خلصت الشاور جيل كده خلاص، واقول لكم بقى انا عملت ايه. هي طبعا الغلطة اللي حصلت معايا اللي انا حطيت اللون وهو بودرة عليه وانا عمالة بقلب في الشاور جيل، فهو ما اختلطش معايا فما ظهرش اللون على طول يعني. فعملت ايه بقى، حطيت سنه لون صغيره في قلب الكوبايه هنا، وحطيت عليها سنه ايه يعني معلقه صغيره كده ميه، ودوبتهم وحطيتهم وبدات ان انا قلبت بقى بالخشبه، فلقيت اللون اللي هو ايه ظهر معايا ايه على طول. لا فانتوا يعني اللون يستحسن اللي انتم ما تحطوش على الصابون على طول، لا يستحسن اللي انتم يعني لو عندكم اللون بودره تدوبوه بس في معلقه ميه يعني، وبعد كده تبداوا ان انتوا تحطوه. فانا هنا بقى عايزه ان انا اوريكم ايه القوام بتاعه. شايفين؟ نعم، بسم الله ما شاء الله تحفه بصراحه، والريحه بتاعته يعني ريحه مسك كده اهوت جميله جدا. نعم شايفين القوام بتاعه؟ طبعا هو لما لو يعني كمان لو لقيتيه هو القوام ده كده بالنسبه لي حلو جدا. نعم مش هزود بقى ايه ميه الا بس في حاله واحده، لو حسيت اللي هو لما يقعد معايا مثلا يوم يومين وحسيت اللي هو تقل ومحتاج يتزود هزوده. انتي مثلا برضو الميه ديت على حسب ايه ما انتوا عايزين. نعم بس شايفين يعني بصراحه يعني جميل جدا. نعم شايفين الشكل بتاعه، اللون بتاعه جميل كده. بقى نقول لكم ايه المكونات اللي احنا ايه احتاجناها. تاني قبل ما اختم الفيديو، يبقى صابونة 125 جرام بريحة الورد، سنة لون احمر تدوبيها في معلقة مية. احتاجت ايه كمان؟ معلقة صغيرة من المعطر البودرة اللي انا كنت عاملاه بريحة المسك. طبعا ريحة المسك ده بتجيبوه من عند العطار، سواء يعني ايه يعني بتجيبوه بقى وبتطحنوه على حسب ايه ما تشوفوا بقى انتوا الفيديو اللي انا كنت عاملة فيه، وتعملوا زي ما عملت كده وتاخدوا منه كده.
وكنت حاطه فيه معلقتين الجريسلين. نعم الجريسلين بيدي ترطيب ونعومه على البشره، جميل جدا. فبصراحه الشاور جيل ده تحفه تحفه بصراحه، وهيوفر عليكي كتير. تقدروا ان انتوا تستخدموه في يعني في الاستحمام، وتقدروا انتوا برضو تستخدموه في غسيل الايدين. يعني تجيبوا الازايز، الازازه اللي هي بتتحط على الحوض، تضغطوا عليها وتنزل وتحطوه فيها، فهتبقى جميله جدا. انا هنا بقى ايه هحتفظ بيه، طبعا هي دي مش هتكفي، انا هنحطها بقى هنا اهوت، وحابيه برضو هشوف ازاز تانية واحطها فيه، لان هي الكمية ديت بصراحة هي يعني كمية كبيرة، يعني ممكن تدخل لها في 4 رتل شوارع. يعني هي ادتني كمية كويسة بصراحة. منتظرة اعرف رأيكم كده اهوت في التعليقات، لان رأيكم يهمني جدا جدا. نعم كان معاكم حنان الوراك يا منى وفتحي، يا ريت اللي انتوا تدعموني كده اهوت لو الفيديو عجبكم طبعا. نعم واستاهل التقييم، يعني تقيموني كده باللايك والشير، وتشجعوني وتشيروا الفيديو ده مع اصحابكم. ولو اول مره تتابعوا القناه ياريت كده يعني تضغطوا على علامه الجرس، وتفعلوا الجرس على الكل، علشان يوصل لكم كل يعني كل فيديوهاتي اللي انا بقدمها في القناه اول باول. يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قربي انا ده التليفون. نعم التليفون ده هو برضو نوريهم برضو شكله من على قرب. قربي كده عليا زي بالراحة، شايفين شايفين المنظر طبعا، وبيدي رغوة جميلة جدا. نعم برضو قبل ده ايه قبل ما اختم الفيديو برضو كده، عشان ايه طبعا انا ولا بلق ايديا ولا اي حاجه. شايفين شايفين الرغوه مع شويه ميه كمان، هتلاقوا الرغوه بقت حلو كده. يعني ثواني يعني حطيت شويه ميه بس على ايديا علشان بس ايه اوريكم بس الايه الرغوة قبل ما اختم بس الفيديو. شايفين الرغوة بتاعته بصراحة جميل جدا، وحاسة بترطيب ونعومة في ايديا، والريحة جميلة كمان. نعم يلا منتظرة بقى تدعموني كده هوت باللايك والشير، وتشجعوني وتشيروا الفيديو ده بقى مع اصحابكم، لان بصراحة الدنيا بقت صعبة جدا. لو انت هتجيبي شوية شاور صغيرين في ازازة صغيرة ولا حاجة، هتلاقيها تعمل لها مبلغ كبير يعني. فانا دلوقتي عملت لكم كمية كبيرة اهيت، ويعني مش مما فيش، يعني هي ما كلفتنيش اي حاجة بصراحة. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.